أحمد، تنظيم مميز إلى حد كبير، أجواء رائعة، ولكن المنتخب المستضيف يودع المنافسات من الدور الأول. كيف تفاعلت الجماهير مع خروج العنابي من دور المجموعات؟ مرحبا بك محمد. يعني دعنا في البداية نذكر أنه الآن لدينا 5 منتخبات تأهلت إلى الدور المقبل. بالأمس تعرفنا على تأهل المنتخب البرازيلي والبرتغالي والفرنسي، والآن تنضم لهم هولندا والسنغال. بالتأكيد هنا خيبة أمل كبيرة بالنسبة للجماهير القطرية بسبب أداء المنتخب القطري الذي لا يتماشى تماما مع خطة إعداد وتجهيز هذا المنتخب. دعني أذكر محمد يعني بالخطة التي أعد بها هذا المنتخب. أنا أكاد لا أسمع نفسي، فسأحاول أن أنقل لك هذه الأجواء ونستكمل من بعدها. نعم تفضل. هل لنا أن نرى تلك الأجواء الاحتفالية التي تبدو في المشهد من خلفك أحمد؟ نعم نعم سأحاول محمد. يعني في هذه اللقطات محمد بعض من الجماهير التونسية في مسيرة في الدوحة، تنطلق في شوارع الدوحة بالتأكيد يعني مؤازرة للمنتخب التونسي، على الرغم من أن حظوظ وفرص المنتخب التونسي في البطولة أصبحت ضعيفة بعد أن عليه أن يتفوق على المنتخب الفرنسي بنتيجة كبيرة أكبر من فوز المنتخب الدنماركي في اللقاء الأخير، وبالتأكيد هي هدية يعني من الصعب تحقيقها، لكن هنا الكل يأتي فقط للاستمتاع بغض النظر حتى عن الأداء. أعود مرة أخرى للحديث عن المنتخب القطري وخطة إعداد المنتخب القطري في هذه البطولة أو استعدادا لهذه البطولة. هذا الجيل تم تكوينه منذ الصغر من أكاديمية أسباير، وقاموا بالعديد من المعسكرات والدورات التدريبية، وتمكن هذا الجيل بصحبة مدير فني قادم من لمسية إحدى أكبر مدارس الكرة في العالم، بالتأكيد مدرسة الكرة في برشلونة، وأتحدث هنا عن فيليكس سانشيز مدير فني من لمسية، ومجموعة من اللاعبين تم اكتشاف هذه المواهب منذ الصغر وتمكنوا من الفوز ببطولة كأس الأمم الأسيوية للناشئين في 2013. هذا الجيل بنفس القوام تمكن من الفوز بكأس الأمم الأسيوية في 2019. أيضا محمد الثلاث سنوات الأخيرة تمكن هذا الجيل أو قام بخوض معسكرات تدريبية واحتك بمدارس تدريبية كبيرة، شارك في تصفيات الكونكاكاف، شارك في تصفيات كوبا أمريكا، شارك في تصفيات بطولة أوروبا أو الأمم الأوروبية ببطاقات دعوة، وفي النهاية كان الأداء كما شاهدنا جميعا هدف وحيد خلال الدور الأول في المونديال وخروج بأداء باهت. يعني يمكن أن نلخص أداء المنتخب القطري في مشواره بالمونديال بالهدف الثاني لفرينكي دي يونغ اليوم، الكرة على خط المرمى خط الدفاع يتفرج ويقوم فرينكي دي يونغ بإسكانها الشباك. بالتأكيد هنا حالة من السخط كبيرة تنتاب الشارع الرياضي القطري وكل الجماهير العربية التي كانت تمني النفس بأن يتقدم منتخب قطر وباقي المنتخبات للأدوار المتقدمة. نعم أحمد، المنتخب الهولندي بالفعل حسم التأهل متصدرا للمجموعة الأولى، ولكن أداؤه لم يكن مقنعا بالشكل المطلوب لأنصاره ومحبيه. باختصار شديد محمد، الهدف تحقق وهو الثلاث نقاط، تصدر المجموعة، تجنب الفريق الذي سيتصدر المجموعة الثانية، وربما سيكون المنتخب الإنجليزي على الأرجح هو متصدر هذه المجموعة، وبالتالي راحة عدد كبير من اللاعبين. لماذا يقدم اللاعبين أفضل ما لديهم والمنتخب القطري تقريبا سلم لهم المباراة، هدف في الدقيقة 26 ثم هدف قتل المباراة في الدقائق الأخيرة، وبالتالي المراد تحقق، ثلاث نقاط، صدارة المجموعة وتخطي دور المجموعات. نعم أحمد، وعن المنتخب السنغالي نجح في خطف البطاقة الثانية عن المجموعة متفوقا على قطر والإكوادور، كيف هي انطباعات الجماهير عن أداء أسود التيرانغا في دور المجموعات وتأهل منتخب إفريقي للدور الثاني في المونديال؟ تقريبا كانت المباراة الأقوى اليوم محمد مباراة السنغال والإكوادور، بعض الترشيحات كانت تصب لصالح المنتخب الإكوادوري نظرا لما قدمه أمام المنتخب الهولندي وفرض عليه التعادل، في حين منتخب السنغال تعرض للخسارة أمام المنتخب الهولندي، وبالتأكيد القياس يكون على حسب ماذا قدمت أمام أقوى فريق
في هذه المجموعة. المنتخب الإكوادوري تعادل أمام هولندا، المنتخب السنغالي خسر، وبالتالي الترشيحات صبت في صالح المنتخب الإكوادوري، والبعض رشحوا أن يكون الحصان الأسود في هذه البطولة، وكذلك وجود لاعب مثل فالنسيا كان هداف المونديال قبل أن يودع منتخب بلاده المونديال. لكن على العكس تماما ما حدث، أسود التيرانجا زأرت في وجه المنتخب الإكوادوري، كانوا أفضل في بداية المباراة، أكثر من فرصة تقريبا في أول 10 دقائق والوصول إلى مرمى المنتخب الإكوادوري، وهددوا المرمى في أكثر من فرصة إلى أن جاء الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء سجلها إسماعيل صار في الدقيقة 40. الشوط الثاني المنتخب الإكوادوري تمكن من إدراك التعادل، لكن بعدها ب5 دقائق فقط كاليدو كوليبالي قائد المنتخب السنغالي تمكن من إسكان الكرة الشباك، وظل الوضع على ما هو عليه، وبالتالي منتخب السنغال كان أكثر من رائع في هذه المباراة، وتمكن من تخطي دور المجموعات والوصول إلى الدور المقبل. نعم أحمد، سنتابع معك كل ما هو جديد بالتأكيد في المونديال. أحمد عصفور موفد الغد كنت معنا من الدوحة، شكرا لك.